43.9%. مصطفى عبد الحميد علي فلاح حصل على 147,056. 147,056. عصام محمد عبد الملك الشويخ فلاح حصل على 78,504. 78,504. وليد عبد الأول محمود إبراهيم فئات حصل على 174,427. 174,427. أحمد وائل قدري عبد الكريم عمال حصل على 74,297. وبذلك وبإجماع آراء اللجنة تعلن اللجنة فوز كل من مصطفى عبد الحميد علي وحصل على 147,056، وليد عبد الأول محمود إبراهيم وحصل على 174,427. كل الشكر والتقدير لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.